بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار. نعود مجددا لمواصلة حلقتنا لهذه الليلة مع الرادود والشاعر القدير عبد الشهيد الثور. أهلا وسهلا بك. هل يرى الشاعر والرادود عبد الشهيد بأن لجان الموكب تقوم بدورها على أفضل وجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أود أن أعزي جميع المؤمنين بذكرى عاشوراء ومصاب أبي الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. في سياق السؤال، الواقع أنه لجان الموكب حاليا في الأغلب منهم يؤدون الدور التقليدي مشكورين، يعني ما نقدر نقول لهم أزيد من هذا، ولكن أنا أقول دائما الموكب بين فترة وفترة يجب أن يوضع على الطاولة ويقيم ويثبت ما هو صالح وما هو مفيد ويؤدي دور رسالة الموكب. نعم. ويلغى من ما هو غير مفيد. ما في شيء مقدس في الموكب، لأن هي اجتهادات. يعني أنت الصورة العامة إلى الإحياء موجودة، يعني انطلاقا من أهل البيت، كلمات أهل البيت عليهم السلام، البكاء، الزيارة، الرثاء. احنا جينا وطورنا وابتكرنا الآباء بطريقتهم، احنا بطريقتنا، في البحرين بطريقتهم، في العراق بطريقتهم، في ايران بطريقتهم، كل منطقة وحسب ظروفها وملابساتها. اذا هو دي الشغلات كلها تبعا الى مقاييس معينة، فانت تعيد النظر بين فترة وفترة. اللجان اذا كانت تؤدي الدور التقليدي جيد، ولكن ما مطلوب هذا، لازم تنتقل الى دور الابداع، دور التقديم الافضل. وهذا كله يحصل بمراجعة العمل بين فترة وفترة لاداء هذه اللجان، من اجل ان نفهم او نقدم الاحياء بالمعنى الصحيح. احياء يعني ان تنهض الفكر، ان فكر اهل البيت، توصل فكر قيم أهل البيت إلى الناس، تجعل الناس تتعلق بها. إذا صار في فترة معينة أنت تقدم موكب ميت، يعني ما في روحانية، ما في جاذبية، ما في مقبولية من غالبية المجتمع، كيف تقول إحياء؟ صحيح. إماتة. صح. فبعض اللجان تعمل في هذا السياق، في العمل التقليدي اللي المفروض تنتقل الى عمل اوسع من هذا. وللاسف يمكن بعض اللجان تشتغل على انه اهم شيء عندها ان تملأ المأتم بالمعزين. هذا يعني هو النظرة التقليدية الى الموكب. هذا جيد كمرحلة اولى، بس لا، انت تحتاج الى مراحل اخرى. انت اختلف الزمان، انت تتعاطى مع الزمان اللي انت فيه بمعطياته، مو بمعطيات زمن الآباء. زمن الآباء تطلب شغلات مشوا عليها. انت الآن في زمن الإعلام. الإعلام، شوف هذا القدرة. صح. الموجودة في الإعلام هي
توصل الأفكار، أنت أن توظف الإعلام التوظيف الصحيح بعد الموكب وقبل الموكب وأثناء الموكب. هذا اللي المفروض تشتغل عليه اللجان، ومو لازم يكون أن أنت بس بتبث الموكب كما هو. بعض الأحيان اقتطاع بعض الفقرات المؤثرة وإضافة بعض النصوص معها في البداية، يعني بعض الأحيان تصلك بعض البوستات القصيدة الرائعة للفلان، هو يمكن مو رائعة بس الإثارة اللي موجودة في كلمة الرائعة، أنت تقول أنا بشوف هذه وش الرائعة. صحيح. هذه فيها دخول على السماء. أنت تحتاج إلى كذي أسلوب في تسويق الإعلام الحسيني لإيصاله إلى النفوس. أبا علي، هل أنت راض عن عمل اللجان الموكبية في الفترة الحالية؟ إذا كان اللجان الموكب أو الموكب هو لطم ولحن، إيه، بس ما يبدو هو كذي الموكب. صحيح. الموكب غير هذا. فمع أنه إحنا ما نريد أن ننكر جهد اللجان، لأنهم بعد عمل تطوعي وغاية جهده يبذل. نعم. بس بحكم أنه الموكب مسؤولية جماعية مو مؤسسة خاصة، على أساس أنت أنا يكون لي حرية التفرد بالقرار وأنا أكون مستوى معين ما يرتفع وما لي أحد حق يجي ناقش، لا، هذا من أجل أن نرتقي بالموكب للأفضل أن يكون عندنا يعني محاولة الضغط على اللجان، أن احنا شركاء في الموكب. هم كذلك المجتمع عليه أنه يكون ينهض اللجان، يعني إذا مجتمع ناضج وقادر أنه يوصل النقد بطريقة صحيحة وقادر أن يقدم أفكار إلى اللجنة، ما تستطيع اللجنة تبقى متقوقعة في أداء معين وأداء ضعيف، تنهض إلى الأفضل، ما تنهض تبتعد. فإذا كان المعيار بهذا اللي هو إحنا نتمنى إلى المواكب أداء أفضل، ويمكن مشكلة اللجان هذه اللي غالبا احنا نواجهها ان هي ما تحصل دعم، يمكن سواء من المجتمع بعض الاحيان، ويعني بعض اللجان قد تكون تريد تسوي فعاليات نوعية بس المجتمع منغلق، انا بس هذا المستوى وبس، فهني ما تحصل دعم. بعض الاحيان تريد تنطلق ان تقدم بعض الأعمال اللي تحتاج لها مادة، نعم. ما في دعم للأسف. إحنا معظم يعني مآتمنا حسينياتنا في صرف كثير على أمور أقل شأنا من الموكب، ولما تأتي إلى الموكب ما موجود المادة وموجود تقاعس عن الدعم في الوقت اللي بصراحة أقول تنفق الأموال في الأكل اللي قد يكون زين يؤدي إلى التخمة وإلى السراف ولا يؤدي إلى ما لا يرضي أهل البيت. نعم. هاي خلاصتها. جميل، أحسنت. لو أعطيتم الخيار لرسم خارطة طريق للجان الموكب، كيف ستكون ملامحها العامة؟ هو أكيد طبيعي اللجان الموكب تختلف من منطقة إلى منطقة، بعض المناطق تعين بعض المناطق تنتخب. نعم. النقطة الأولى في خارطة طريق اللجان الموكب أن تكون مكونة من مجموعة عاملين خلاقين
أن يكون يؤدي الدور التقليدي، هذه خالصين منها، خلي يكون فيها واحد اثنين يؤدي الدور التقليدي، لا أبغى مجموعة من أصحاب الفكر اللي يستطيع أن يبلور ويبدع فعاليات نوعية وما يمشي في المسار التقليدي. مو دعوة لأنه أنت دائما طور 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 غير، لا، بس طبيعة الحياة كذي. أنت قد في النهاية أبغيك تقدم ما فيه جاذبية ويحيي، أن تمشي في سياق الإحياء من أجل أن تجذب الناس إلى أهل البيت. أن تكون اللجان تعمل على عدة جبهات، جبهة المجتمع، جبهة النص، جبهة الرادود، جبهة اللحن، يعني تتوجه للارتباط بكل هذه الجهات ومعالجة الثغرات الموجودة فيها ودعمها من أجل أن تحصل على موكب صحيح. يعني ممكن يكون اجتماع مع المعززين دوري، تعزيز ثقافة أولوية الكلمة لدى الجمهور. الجمهور غالبا الآن تغلب عليه غالبية اللحن، هذا يعني يعيشك في سلبية، اللي بعض الأحيان تكون الكلمة غير ناهضة إلا أنه المعزي متفاعل مع اللحن. الاجتماع بالمعزين أنت يعرف يعني تحصل من عنده على وش يبغى، وش الشيء اللي يجذبه. أنت مو دائما الشيء اللي يجذب الجمهور تمشي وياه، ولكن تستطيع أن تعرف طريقة التفكير ماله وشلون أن تصل إلى الجمهور. ممكن يصير في بعض الجلسات للنقاش حول النصوص الموكبية. يا جماعة هاي جلسة، جلسة المعزين، القصيدة مالت فلان شالها مثلا، أو مجموعة قصائد بعد العشرة، خلونا نناقشها على مستوى ممكن يكون على اللحن والنص، يعني من أجل أن تصل إلى النص لازم شوي تتماشى وياه ممكن على اللحن، فبيكون هذا جيد. زين، ممكن عمل رابطة معزين، يعني بعض المتفاعلين يا الموكب طريقة معينة، مجموعات يعمل رابطة إلى مال المنطقة من أجل بث روح التراص والتكاتف، ومن أجل إبراز الصورة المثلى لموكب أهل البيت، ويساعدون في التنظيم لما يتفق على آلية معينة للموكب. هاي المجموعة تشتغل على توزيعها على الناس وتنظيم المجموعة، هذا على مستوى الجمهور. على مستوى الناس ممكن التواصل مع الشعراء، لأن غالبا اللي قاعد يصير احنا عندنا في المواكب اللجان غالبا تتواصل مع الرواديد، نعم، دون الشعراء قليل قليل يعني يتواصلون، من أجل أن يزود الشاعر. يعني جميل أن تكون اللجنة عندها خطة، احنا عندنا وفاة الإمام الصادق عليه السلام، نبغى نطرح الموضوع المعين الفلاني لأن احنا بحاجة إليه. أتواصل مع الشاعر أقول له مثلا، بالتواصل مع الرادود أعرف الشاعر ماله، أنه إحنا نتمنى أنه أنت تدخل في القصيدة بهذا النص لأن إحنا بحاجة إليه. هذا كذلك يضع الموكب في موضع المعالجة وعدم الغياب عن المواضيع المطلوبة في المجتمع. كذلك ممكن أن نحث الأخوة المقتدرين أدبيا، الأساتذة الدكاترة، على عمل دراسات على النصوص الموكبية بعد الانتهاء. يعني مثلا خلص موسم محرم، نأخذ مجموعة قصائد 6-7 قصائد نعطيها هذا الأستاذ، قل له اعمل دراسة عليها، ننشر هذه الدراسات، نوصل هذه الدراسات إلى الشعراء. ممكن يكون بالإضافة أوليا لازم يكون عندهم لجنة تقييم مراجعة النصوص قبل الموكب، من أجل إذا فيها ثغرات، فيها أخطاء، فيها تعديلات، يكون
يوجهون إليها على أساس لا تكون في الموكب شغلات سلبية وتبرز في الإعلام، خاصة أنه إحنا بعض الأحيان نأخذ نصور وننزل، فإحنا بحاجة إلى مراقبة النصوص ومعالجتها بعض الأحيان، وبعض النصوص اللي ممكن تكون تنشال ما في إشكال، بس في بعض الشغلات أدبيا يعني هي جائزة تعبر، ولكن أنت تقول أدبيا لو كان قال هكذا أفضل من اللي قاله. فهذا الأستاذ اللي عند المقدرة هذه يكتب الشغلات يوصلها إلى الشاعر، هذا يفيده على مستوى المراحل القادمة. جميل، أحسنت. بصفتكم شاعر ورادود، كيف تقيمون تواصل لجان الموكبية مع الرواديد والشعراء؟ يعني أنا ما أقدر أحكم على كل اللجان، يمكن كل يعني بعض اللجان عندها تواصل مع الشعراء، أكيد عندها تواصل مع. هل هناك تواصل مباشر؟ لا غالبا، يعني اللي صاير ان الرادود، دور الرادود عشان تصير العبارة شوي اوضح، دور الرادود ابتلع دور الشاعر. نعم. كما ان اللحن اختطف دور الكلمة، فصير التواصل مع الرادود. نعم. يترك التواصل مع الشاعر للرادود، وهذه قد يكون فيها نوع من استحواذ الرادود. يعني احنا نتكلم بابسط الامور على 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 ما هي عليه. نعم. على اساس نصل لحل، ان يكون الرادود هو المستفرد بالشاعر، معناته غلبه اللحن على الكلمه، يصير اللحن يستضعف الكلمه ويستقوي عليها وياخذ الدور كامل على هذا اللحن، وتكتب لي في السياق هذا، هنيها في خطورة على الكلمة وعلى النص اللي احنا بحاجة الى اعادة النظر فيها. نحتاج لانه ننتبه الى الكلمة ونتواصل مع الشعراء. وهني بعد فيها المسألة اكثر من شق، في شعراء المنطقة وفي شعراء برا المنطقة. لابد يكون في برنامج خاص لكل لجنة إلى شعراء منطقتها. يعني أنا ليش أقول المنطقة شعراء أو روادين؟ بحكم أن كل منطقة لها دعائم أساسية، هذا معزينها. نعم. من المنطقة، لجانها، لجنتها من المنطقة، لجان الماتم كلها من المنطقة. فمو من الطبيعي أن يكون معز شيالتها وشعراها من برا المنطقة، لابد أن يكون عندها شيء تأسس، لأن موكب يعتمد في ركائزة الأساسية، يعني الرادود والشاعر ركيزة أساسية، موكب دائما يعتمد على ركائز من برا ما يكون قوي، يعني يحتاج أنه يكون عنده ركائز من الداخل ينمي ركائز النص واللحن اللي داخل المنطقة، لأنه بيجي يوم يحتاج إليهم، وهو بحاجة على أن يكون فعال أنه ينتج هذا الرادود وهذا الشاعر اللي في المنطقة يدعمه. وإحنا لو أنه كل منطقة تدعم شعراء ورواديد منطقتها احنا بخير، اوكي. في مرحلة ما بعد انه ينضج الشاعر، ينضج الرادود ويبرز، بعدين يستطيع ان ينطلق الى اي منطقة، منطقته والمناطق الاخرى، بس في البدايات يحتاج الى دعم اللجان. نعم. هذا على صعيد الشعراء، يعني ممكن يسوون لهم مسابقات، ممكن يسوون لهم تشجيع، ممكن بعض يعني اللي عندهم قدرات يعني ممتازة يحفزه إلى يدور يعني يرغب الرادود في أنه يشيل إلى هذا الشاعر، هذا على مستوى النصوص.
ما المدى الذي تراه مناسبا في تدقيق اللجان على كلمات القصيدة وألحانها؟ يعني في الكلام بسيط، في الفترة الأخيرة شاعت ظاهرة القصيدة المتأخرة اللي في مرحلة الساعات الأخيرة من المناسبة تستوى القصيدة. هذا قد يعني ما يتيح الفرصة إن لجنة تدقق، ولو أردنا التكلم بوضوح أكثر يعني 90% من مواكبنا ما تدقق. الرادود على قولة المثل من الباب إلى المحراب، يعني من السيارة للموكب، من السيارة إلى محل الاستراحة وسيد الموكب. قل ما تجد هناك لجنة تدقق في القصيدة، أو بعض الأحيان أن تستطيع أن تفرض حتى لو دققت. بعض الأحيان ما تقدر تفرض أو تقول صحح. لذلك إحنا نحتاج لإعادة البوصلة إلى موقعها الصحيح، لأن الآن القصيدة مو في نفس السابق. أنت تعزي وما حد يدربك، أنت في أي زرنوق عزيت. أنت الحين تعزي وهو أونلاين العزاء. الأونلاين هذا البث المباشر تتقدمه، هناك من يسمع ويمشي، وهناك من يلتقط السقطات يدونها. صح. يدونها وتشوفها تالي في محلات ثانية. زين انت خلاص بثيتها، يعني كما هناك كلمة عن الإمام السجاد عليه السلام كأن كريم يقول الكلام في وثاقك قبل أن تنطق به، فإذا نطقت به أصبحت في وثاقه، صرت أنت خلاص مقيد بالكلام ومحسوب عليك، محسوب عليك كرادود، محسوب على الماتة، محسوب على الطائفة، وشوف الدائرة شلون تتوسع. لذلك النص بحاجة أنه على أقل تقدير 3 أيام يقدم القصيدة، يجي لجنة 2-3 يقيمون القصيدة من أجل إحنا ما نحتاج. لذلك هي هذه مشكلة كثرة المواكب. كثرة المواكب يجعلك انت ملحوق، وايش ما تقدم بعد وراك، زين ما انت قادر تغطي. احنا نحتاج نعيد النظر، نعيد البوصلة من اجل تقديم الافضل. نعم. قليل ومضبط احسن من كثير ومخربط. فلو قدمها يعني نتمنى، وهذه أمنية، يمكن قليل قليل من الرواديد التي تبرز قصيدتها قبل 3 أيام من المناسبة، علشان زين حتى لو برزت قليل بعد من اللجان اللي يجي يقول لي تعال جيب القصيدة بنشوفها. يعني غالبا يعني احنا نبرى يلا الرادود يوافق يجي يشيل. زين مو اجيب على اقول لي جيب قصيدتك، يعني معناته مرة ثانية. للأسف احنا التعاطي بدل الطريقة هو اللي يعني يخلي الموكب السلبيات تكبر تكبر تكبر، وما نقدر تعالي العالج يصير أكبر منه للأسف. ويحتاج لأنه إحنا الصور السلبية اللي موجودة في النصوص ما نتهاون فيها، اللي تقدم أهل البيت بصورة ما تليق بهم ما نمررها. يعني أنا دائما أضرب مثل جز الشعار، الجزع، الـ يعني الذول اللي قد يبدو على بنات رسول الله، هذا ما يليق. زين الإمام الحسين، زين انا ما يعني النصوص اللي موجوده، بس انا افهم انه انا فهمت انه الامام الحسين جايب هذه الكوكبه من النساء علشان لهم دور عقب دوره.
ما يكون دورهم سلبي اللي يعني يغير المسار ويشمت الطرف ويدعو لأنه يعني يقتنع أنه انتصر. يعني السيدة زينب عليه السلام لما تقف تقول اللهم تقبل منا هذا القربان اللي تقول ما رأيت إلا جميلة، تبى تراوين إياها تجز شعرها وتشق جيبها أيا كان الكاتب اللي كاتب. أنا عندي شخصية قاعد أشوفها زين، يعني الأداء اللي أدته أنت قاعد تتخيل. أنا مو ملزم هذه النصوص، ينبغي أن يكون في صرامة، بدلها، شقت الجيب دور لك سياق آخر اكتبه، جزت الشعر دور لك سياق آخر، بالإضافة إلى الروايات اللي يعني توهن الإمام. لأنه ويمكن بعد بعض النصوص كما ذكرت أنا في لقاءات أخرى قد كانت في زمان معين مقبولة، صحيح إحنا في زمان آخر، نعم، بحاجة إلى أنه مفردك تغيرها فتعدل الصياغة. اللجنة هاي دورها أن هي توجه، إذا صارت لجنة من هذا النوع يكون الشاعر قوي، القصيدة قوية كقصيدة تبرز للإعلام وتبقى إلى الأبد. يعني الحين أمس قصائد واجد من المشهورة اللي يعني دائما نضرب المثل بها، وإحنا بحاجة أنه شوي نفتش بنحصل قصائد ثانية بقوتها. يعني مثلا يا حسين بضمايرنا، زين لما تجي تشوف الكلمات كأنما محسوبة حساب رياضي حاطنها الشاعر، كل كلمة لها شخصيتك لمسنا دوار، يعني تلمس زين بشخصية زين، عرفنا الموت حرية شيء من هالقبيل، ما أتذكر النص زين، بس الكلمات محسوبة، يحتاج الشاعر يكون شدي دقة في وضع الكلمات. اللجنة لما تكون قوية بعض الأحيان هي تفرض على الشاعر أنه يكون قوي. أبا علي، هل تؤيد الصرامة وإلغاء المشاركة إذا لم تكن بالمستوى المعقول من حيث الكلمة واللحن؟ إذا كانت الكلمة تسبب واهن وضعف وتبرز المواكب بأنها هزيلة، إلغي المشاركة. ممكن تشيل قصيدة قديمة ولا تشيل هذه، خلاص هي بتنحسب عليك القصيدة من تنشال، ليش الإصرار؟ فلو يكون كذي في صرامة تتضبط البوصلة، يعني مو على شغلات ممكن اختلاف وجهات نظر لا ما تقدر تلغي، لكن في شغلات ثابتة بأنه مو جيدة، يعني 90% اتفق على أنها مو جيدة، نعم. إلغي المشاركة، جيب قصيدة قديمة، وإذا أصر بعد الرادود، نعم، جيب رادود غير ذا. هو ممكن صعب، لذلك أنا أقول لك يعني بحاجة إلى أنه لجنة، يعني دورهم متعب، يعني مثل ما أنا أقول لك، يعني أعطيك أنا مثال. كان مرة من المرات عندنا السنابس كان في رادود بشيل، نعم، وجابوا قصيدة العصر، الظرف ما كان يتطلب، شوف الظرف مو النص، انه يطرح كلمات شنو، قلنا للشاعر بدل الكلمات، اصر انه ما تتبدل الكلمات، احنا هنا في موقف محرج، نعم، يا انه تنشال الكلمات ونقع في محذور، يعني المحذور مو شخصي على كامل الموكب. فاضطرينا نلغي المشاركة من العصر لليل، سويتها قصيدة وشلتها، ما في دي القصيدة، شيل قصيدة قديمة، نعم، إيه؟ لأن في يعني الإمام علي عليه السلام يقول ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، العاقل من يعرف خير الضررين، ضرر
وضرر. نعم نعم. تمشي مع أي ضرر علشان تنجز عملك. حسن. فلذلك أنا أقول مع أنه إذا في حالات كلش تلغي المشاركة. في مواقف أبو علي تعرضتون إليها؟ يعني مثلا يجيكم أنتون أحد الرواديد المعروفين يقول لكم تبون هذا اللحن مالي ولا ما أشيل، تقول ليه روح؟ صار موقف في السناب استديو أصلا غالبا ما يسمعون لحنه، رادود إذا هو من البارزين ما أحد يقول له تعال سمع لحنك. بالضبط، ما أحد يقول له. هو يجي هو شايل روحه، هو نجح هو فشل، زي ما أحد يسمع لحنه وشاركه. يعني إحنا تعلمنا متعودنا، هذا المفروض سؤال يصير هناك مو هني. زين لما اجيك انا بمهد لما اجيك لا بقول عشان لا نستهلك نفسنا. زين نخرج عن شو رايك في الالحان الحين؟ يعني الالحان الراهنه الحين بطء الالحان؟ لا البطء واجد مو معاه، يعني البطء المعقول في قابليه ان الناس تسمع الكلمه بدل السرعه اللي ما خليك تسمع، لكن بطيء معقول. اما البطيء القاتل على قول الشيخ عيسى الله يحفظه جنب موسى ناب، زين لا مو موكب. نعم. ثاني شيء احنا تعودنا موكب، كانت مواكبنا، شوف هذه الميزة اللي لازم تمشي على طول الزمن. نعم. يجمع كل الفئات الموكب من الطفل صحيح الى الشيخ الكبير. صحيح. الحين الشيخ الكبير ما يقدر يمشي. صح. نعم. مو شيخ كبير انا ما اقدر امشي في الموكب. نعم. البطيء. نعم نعم نعم. زين هذا صارت اداه منفره، انت ما مو عارف وش اللي يبغون الناس. اوكي شباب مجموعه معينه تبغى دلطهم. نعم. على حساب مجموعه تفقد الباقي. نعم. خليك وسط ما يخالف، انت وسط نكلم يا الرادود. نعم. اذا مشيت ويا الشباب مجموع جماهيرك 20,000 ومشيت وسط مجموع جماهيرك 5,000، روحي 5,000 وش ضرنا؟ حسين طلع 72 نفر منك آلاف. أبو علي أنا يعني كوني خايض هاي التجربة، أحد لجان الموكب يقول أنا أبغي إيش قد عدد الله يعزك نعلة يجون عندي لهالدرجة، وش ترد عليه؟ يعني هاي اللجنة تقول لك أنا أبي تجيب لي معزين. هذا قل له جيش يزيد منك، روح في ذاك الجيش، أنت مال ذاك الجيش مو مال ذا الجيش. حسين يا 72 يعني دلين يعني دلين ما يسمعون لكلمة، ما يسمعون إلى يبونك إيش قد أنت. النية الإخلاص والثقة، ثقة بالله. يعني الحين شيخ عبد الزهر الكعبي الله يرحمه، هذا المصرع اللي يجيبه الحين كم نفر قاعد يسمعون؟ قليل. نعم. استلم زمان هو رايح، ما يمر عاشر الا لازم هو حاضر. صح. هي مخلصة. خلاص. نعم. نعم. هو هذا اللي بدأ بالإمام الحسين، سر الإمام الحسين أنه كان مخلص عمل لله كامل، فأعطى لله كل ما عنده، أعطاه الله كل الدنيا. تصير كذي هذا النعلة اللي بتجيوش بتسوي فيها ما بتبقى ياك على طول. وهذا إذا يفهم الرادود ويروح إلى التاريخ اللي قبل، هل سوي لكم لازم برنامج خاص اللي يروح للتاريخ اللي قبل يعرف لازم شلون جريته؟ اعرف لين خمس سنوات ألق مالك، 10 سنوات، 15 سنة ورد يخفت ألق مالك يطلع نجم غيره. صحيح صحيح. ورد هذاك يخفت ويطلع. زين إن مشيتها بنية صالحة بعد الله شغله وياك غير. نعم. ساعة الله ينمي عملك وهو بسيط. نعم صحيح. ما كان لله ينمو. بس هذا هو. أحسنت أبو علي. في ظل الظروف الراهنة والغزو الفكري والثقافي وفي زمن العولمة، ما هو الدور الأبرز الذي يقع على عاتق اللجان لإبراز القضية الحسينية
بشكل يليق بها. أن يعني نتمكن ونعرف ونلم بآليات الزمان المستخدمة ونوظفها لخدمة القضية الحسينية. زمان ثمانينات المتطلبات غير، التسعينات غير، الآن زين غير. نعم. فأنت مش مع الزمان ومتطلباته، الآليات اللي تقدم بها. فعلا نحتاج لأنه نقدم ما يجذب الشباب. للأسف بعض المؤسسات عندنا تنفر الشباب من الالتحاق بالمآتم بالمؤسسات الإسلامية لبعض الأساليب الجافة وبعض ضيق الأفق. نعم. في تقبل الآخر بمجرد ما في اختلاف ينبذه، بمجرد ما في اختلاف يحكم عليه بالضلال ويخليه ينفر، فبالتالي يحتضن الآخر ضلال أو إلحاد أو انحراف. فإحنا نحتاج الشباب ما دام هو جاي في المؤسسات هذه، إحنا نقولب العمل الموكبي ونقدمه إليه. شوف الآن العمل 5 دقائق هو المريح، أقدمه في 5 دقائق. أشوف ثقافة الصورة موجودة، أقدم لي ثقافة الصورة. أشوف ثقافة الكلمة، أقدم القيمة الإسلامية والموعظة في الصور اللي تعبر، كما ذكرت سابقا. نعم. بعض العناوين اللي ممكن تكون مؤثرة أدخل إليها بهاي الطريقة، أكون أنا جذبت الشباب ولميتهم عن طرق الانحراف والمسير في طرق الضلال. أحسنت أبو علي، هل من كلمة أخيرة توجهها لجان الموكب الحسيني؟ أولا نحتاج أن كل لجنة ضرورة أن تقوم الأداء كل عام بين فترة وفترة على أساس تستطيع تقدم الأفضل. يمكن أن تغافل عن شيء. اللقاءات اللي مع الجمهور مع الناس تفيد، تسمعك الطرف الآخر شنو عنده. مع اللجنة القائمة أن يعني يقوم العمل، هذا جيد هذا مو جيد، هذا جيد نحتاج الأفضل. تبحث عن نقاط الضعف لتلغيها وعن نقاط القوة لتضعفها. شفت هذا العمل نجح، شنو سبب نجاحه؟ قدمناه. أبحث عن النقاط علشان أتحصل عليها في المرات القادمة. بس غفلة، هذا يحتاج أنه اللجنة ما تكون مثقلة. يعني بعض اللجان قاعد تثقل نفسها بمناسبات عليه اللي يتعبها، ما عندها متنفس. مو المعيار أن تقدم 20 موكب. المعيار أن تقدم 5 بس مواقف قوية مميزة. نعم. 20 موكب هزيلة مو إحياء. إذا أخذنا عنوان الإحياء وشفنا شنو معناته، ابحث عن مواطن القوة لتقدم، مو السباق. نعم. سباق بين مآتم، هذا بقيمة على مركزي ليس بالكم ولكن إيه بالكيف. نعم. ما نحتاج. نعم. إلى كم. نعم. إحنا الكم الآن ما شاء الله مواكب في، نعم، في البحرين، ولكن التميز وين؟ قليل يعني، خاصة بالسنوات الأخيرة يخرج عاشوراء ويمكن ما تجد شيلتين 3 اللي تردد. صحيح. يعني لما تقول قصيدة تردد يعني استملكت المشاعر، استملكت العواطف، استطاعت أن تعبر إلى شغاف القلوب. نعم. إحنا نحتاج إلى كذي.
مو إلى كثرة. هم كذلك ضروري أن ما يكون في اللجان شخص يستبد بالقرار، تكون شراكة العمل يعني بمعيار وأمرهم شورى، العمل المشترك يكون أقوى. الشمولية في القرار ضعف 100% مهما كان قوي، ما لم يكن هذا معصوم. ما لم يكن معصوم معناته هو بيرتب، هو يرواديد، هو كل الجهات العمل يضعف، الآخرين يموت دورهم وما يقدمون شيء. يحتاج أنه كم العمل بالتعاون حتى في القرار. يعني يمكن بعض المناطق من القرار اللي تحتاج إلى قرار من فوق من الإدارات ديك غير، بس القرارات البسيطة ليش تكون شمولية؟ ويحتاج لأنه يكون في اللجان. لما بتنتخب رئيس لجنة، مو تنتخب رئيس لجنة بس لأن عنده الخبرة، نحتاج إلى رؤساء لجان نوعيين. نعم صحيح. يعني أجي أشوف مسيرة تالي عمل، أشوف في عمل متميز مختلف، في عمل غير، شيل الردود وحطه في المناسبة وطلع العزاء وصك الماتم وانتهى، هذه خلصنا منها. نعم. هذه الحين في المرحلة كل من يقدر عليها. نعم. شيء تقليدي اسمع. فهذه النقاط ضرورية بالنسبة إلى لجان المواكب. نشكر الرادود عبد الشهيد الثور على قبول الدعوة، ونتمنى له مزيدا من التوفيق والسداد في خدمة سيد الشهداء سيد السلام. وقبل أن ننهي هذه الحلقة المميزة، أود أن أسلم على سيدي ومولاي الإمام الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، رزقنا الله في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.